اليوم جبناكم بيضة مال نعامة. منو مجرب البيض مال نعام؟ طبعا القشر مالته كلش سخين، قد قاعد اكسر فيه ما ينكسر. وزنها تقريبا كيلوين. واحد يريد القشر. شو سبب؟ اي ابو نوع. اي طحنه وخليه ويا الحليب ويشربوا يجي كالسيوم معه. ايش طقها كلها؟ اي جيت انا الطفاية المذبوح. بعد بعد. عمها طبعا كلش طيب.